تحت شعار صوت الوطن وعين الحدث، يعمل منتسب مركز الأخبار على مدار الساعة في رصد ومتابعة آخر الأحداث والمجريات على الساحة المحلية والعربية والعالمية ونقلها للمشاهد والمستمع عبر نشراته وبرامجه الإخبارية. فريق عمل مركز الأخبار استطاع عبر مسيرته الحافلة تغطية أبرز وأهم الفعاليات والأحداث بكل كفاءة واقتدار، كما حرص على تقديم خطاب إعلامي مهني ومتوازن يهدف باستمرار إلى نشر الوعي وإبراز المنجزات الوطنية. صوت الوطن وعين الحدث، شعار يعكس الهوية الخاصة بمركز الأخبار في تلفزيون البحرين الذي يعمل على مدار الساعة في تغطية أبرز الأخبار والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والعالمية. ففي كل حدث هناك فريق عمل متكامل يرصد ويتابع آخر التطورات ويدونها بشكل يتماشى مع طبيعة العمل الإخباري، فيبثها للمشاهد الكريم إما على شكل خبر أو تقرير إخباري أو غيرها من القوالب، والغاية هي إيصال الحدث للمشاهد والمستمع. ففي جميع الأوقات والظروف عمل منتسبو مركز الأخبار بروح الفريق الواحد، متحدين جميع المتغيرات الطارئة. هنا بادر أهالي منطقة سند في تعقيم المناطق السكانية والتجارية، وذلك حفاظا على سلامة المجتمع. لمركز الأخبار، خالد العون، تلفزيون البحرين. ففي جائحة كورونا كان فريق مركز الأخبار متواجدا على رأس العمل، ينقل جهود المملكة في مكافحة الجائحة العالمية ويبث الرسائل التوعوية في كيفية كبح تفشي كورونا والحفاظ على الأنفس، وذلك من خلال نشراته الإخبارية وبرامجه التوعوية. نهنئ بافتتاح نفق الفاتح الذي سوف يخدم المنطقة إن شاء الله. كما عزز العمل في مركز الأخبار مفهوم التعاون بين مختلف وزارات ومؤسسات المملكة في بث أخبارها ونقل نجاحاتها للملأ، تحقيقاً لمبدأ الشراكة المؤسسية. تحية أيضاً نوجهها لشبكة مراسلينا الموزعين في مراكز الاقتراع في مختلف محافظات المملكة، واللي بإذن الله بينقلون لنا سير العملية الانتخابية. إقبال كبير للناخبين في مراكز الاقتراع تأكيداً على دعم المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين. شوق العثمان، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. كما أسهم فريق مركز الأخبار بشكل رئيس على الدوام في تغطية المشهد الانتخابي، فعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من وعي بأهمية صوته الانتخابي. بعزم للمشاركة وممارسة. ولأن الأخبار والأحداث متسارعة ومتغيرة من حولنا، فلا بد من مواكبتها. زهير عصفور، لتلفزيون البحرين، لوس أنجلوس. يحيى العمري، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. خولة الجرينيس، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. طلع نايف، لمركز الأخبار، من العاصمة الخرطوم. لتلفزيون البحرين، سامان فخري، من متحف الفنون الإسلامية أثينا. ساريا مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، برلين. لذلك ينتشر مراسلو مركز الأخبار في محافظات مملكة البحرين والعواصم الخليجية والعربية والعالمية، فيعملون أينما حلوا على الوقوف في موقع الحدث وإيصال الصورة للجمهور ولخلق بيئة تواصلية دائمة مع المشاهد. تم إنشاء الحسابات الرسمية لمركز الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاستعراض آخر الأخبار والمستجدات من حولنا. والآن مع الإطلالة الجديدة لاستديو مركز الأخبار واستحداث 4 نشرات مختلفة، يواصل منتسبو مركز الأخبار مسيرة عملهم الإعلامي وفق نظرة طموحة، عاكسين شعارهم صوت الوطن وعين الحدث.